واقفين بعد ما اقوم من على السرير ده وكل زملائي اللي بيتبرعوا لكم كلكم تيجوا تقعدوا مكانكم وتتبرعوا. شكرا. ده اللي انا عايزه. وكده تبقوا بجد صوره رابعه. طب انا عايزك تقول لي شعورك وانت بتتبرع بالدم دلوقتي ايه؟ مبسوط جدا. مبسوط لانه اي عمل مفيد زي ما قلت مبهج. حقيقي مبسوط. في اي عملتها قبل كده يعني محمد؟ في اي شعور باي الم؟ في حاسس باي حاجه؟ على الاطلاق مفيش الم. ناس بيعملوا شغلهم بشكل علمي جدا ومظبوط جدا. بعد ما اخلص حفل عصير مولع. يا ريت الثلاث كمان.